اليوم نهار بقى بالاخير نهار الثاني في ايطاليا. دابا حنا اليوم في القريه بكري بغينا نمشيو نديرو واحد الاكتيفيتي سميتها المهم قال لك كتجيو كل المالديف ديال تركيا بحال كتي شي جوزور ودابا كنتسناو الباص باش نمشيو المهم دابا نشوفو داكشي كيفاش بيجي الله يدوز نهار زوين وما تكرفصوش بزاف بحال البارح و يا ايه سان لا سوسو ايه شوكي اوكي ايه مروكو نو مروكو ici نو بلد سيتي صافي نو ثانك تشكر دارم ما عندي تشكر دارم قلا قلا باي انا لا مهم جينا لهاد البلاصه باش نفطروا عطاونا هاد المسمى ديالهم ولا ما جاكش المهم دابا خاصني نشوف كي جا هاي مهم في الطريق صراحة هاد البلاصة صدقات بعيدة هزونا من لوطا مع ديك هضرت معكم كنت في الساعة 7:30 هزونا مع 8:15 وتحركنا حتى شي 9:30 ودابا وقفنا في الطريق هاد البلاصة تقريبا المهم في الطريق راكم كتلقوا الجبال الشمس وقالوا لنا غادي ناخذ بريك تقريبا هاد البلاصة بعيدة بشي 2:30 شي حاجة بحال هكا دابا ندخل نتيقن وجينا باش نديرو شوية بوز ونعاودو نكملو الصراحة عرفتي عياني عيادوش بزاف بغيت غريب نرجع للدار الصراحة صافي باركة من عند تركيا الصراحة المهم فاش نوصلو راه غادي نعاود نهضر معاكم ونقولها ليكم ودابا درنا بوز وخدينا شي حاجة فطرنا بها خفيفة وحنا باقي غاديين كل بلاصة كيحطونا فيها 45 دقيقة المهم مالديف ديال الكرتون مالديف ديال تركيا هي هادي المهم بحال الشكل تاع سميتما الحسيمة عندنا حنايا بحال الحسيمة بحال الحسيمة تقريبا الحسيمة وتقدر كاع الحسيمة أحسن منها المهم كل بلاصة كيحطوا فيها 45 دقيقة ودابا غادي ندخلو نعومو شوية ولا كانت البلاصة الأخرى أحسن منها راه غادي نصور عليكم باي شوية طريف الملح شوية الدجاج حوتة شوية الخبز سلاطة شوية لاباط امين ما بقاش عندهم دجاج ما عطاوش ديف الاثنين الاخرين تعطلنا مشينا درنا جيت سكي وفوالا تناكلو قدام هاد البيز المهم قبيلة وقفنا في ديك الجزيرة الأولى عندنا شوية دابا شوية جيت سكي دابا غادي الجزيرة الثانية احسن حاجة وقعت لينا زعما فاش سافرنا هو اللي تلاقينا مع بزاف الناس الناس اللي تلاقينا معاهم اجانب هما اللي صدقوا مزيانين تعرفنا على هادو وتباركا وتركي وهادي منين منين هي اوستريا وتعرفنا على هاد الناس قالك من طاطار تاعو شعب الطرطار مدخولين في القران الله يعمر الدار شعب الطرطار الله يعمر الدار ودابا غادي نروحو لبلاصه اخرى هاي هاد البلاصه زوينه بزاف ماشي بحال الفيلا غير كيما قلت لكم فيه الحجر كيضر 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 بزاف شوفوا كي تبان الماء ديالو الزرق بزاف وزوين وفيه الماء جدي تقريبا مجموع فيه كاع داكشي زوين دابا غندخلو نعومو شويه ونلقاو من بعد Thank you.
حبيبي بخاي 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 يو عوام عوام الله يسهل عليك ملعون بالله Welcome to Morocco! Morocco! Tartar people are best ever! Bye bye! Thanks! إيوا هادو هما اللحظات الأخيرة لينا هنايا، هادي المالديف ديال تركيا كي جاتكم، نهار ما قبل الأخير، غدا إن شاء الله هو آخر نهار لينا في تركيا، اليوم داز مزيان مزيان، بدا ماشي بحال نهار أخرين، استراحينا فيه، عملنا فيه، كنا لا كنجري ولا حتى شي حاجة، ونتمنى غدا تا هو يدوز زين بزاف باش تبقى عندنا فكرة زينة على تركيا، وهادشي اللي كاين. الى هذه تقريبا شي 6 ونص العشيه 7 الى درنا شي حاجه في هذا النهار راه غادي نقولها لكم ودابا كنتسناو داك الباص انه باش يهزنا باش نمشيو حالتنا نرجعوا لانطاليا